المئات من سكان بلدية الأربعاء في ولاية البليدة خرجوا إلى الشارع وأغلقوا مقر الدائرة الإدارية والبلدية احتجاجاً على ما أسموه بقائمة العار والتلاعبات التي مارسها مسؤولون محليون في توزيع السكنات الاجتماعية حسبهم. بعدونا باللي كاين 1275 ساكن تتوزع في الأربعاء، تسربت منها 900 مشي بالعد. إحنا ما نشتع عنف، ما نشتع خراب، إحنا طالبوا بالعد، طالبوا بالعد، السكنة هذه تتسرب بالعد. مواطنين احنا ما ناش نكسروا ولا نحرقوا، احنا نطلبوا بالحق تاعنا، احنا نطلبوا في الحق تاعنا باش يشوف الزوا ولا هذو راهم يتحقروا. الإعلان عن قائمة المستفيدين الأخيرة في المنطقة والتي ضمت أكثر من 89 مستفيد أشعلت فتيل الاحتجاجات مؤخرا. سكان المنطقة اتهموا منتخبين محليين بالتوزيع غير العادل للسكن، فراحوا يحتجون ويغلقون الطرقات لأكثر من 5 أيام، ما خلف توقيفات في صفوف العشرات من الشباب. خمس أيام وحنا نعانوا هنايا، لحونا فوقنا في موجة ضربونا بالرصاص المطاطي وما قلنا والو. تيجي واحد نايب هنا يقول لك اعطيني دراهم انتك سكنه، هذا حق؟ المير هذا يا صاحبي، المير هذا مدها كاع بالتشيبات ورانا كاع شاهدين هنايا. كاين ناس ولا غير عندهم دراهم ولا غير دراهم وداو بالرشوه عاوسي دوكا في الدائره. قال لي 40 مليون، 40 مليون خلص. فريق العمل لم يتمكن من الولوج الى داخل مقر الدائره الاداريه للاربعاء المغلقه من قبل المحتجين للحصول على استفسارات حول الموضوع، بينما باءت كل محاولاتنا للاتصال برئيس الدائره الاداريه بالفشل. في المقابل يصر هؤلاء على الاحتجاج الى غايه اطلاق سراح الموقوفين وفتح لجنه تحقيق عاجله.